بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر، جل جلاله وعظم السلطان وعم نود. ربنا اشرح صدورنا الإسلام وثبت أقدامنا على الدوام يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا بكم غلظة. زي هو بدأ بالعدوان، بدأ بالنفاق، بدأ يخلو فينا، يغلطوا فينا كيف بنو صهيون. يشيد يشيد، هو يبغضك بغض شديد ودائما يلوج عثراتك ويتسبب فيها، وإذا كان ما قدرش يعفس على ظلك. مش تعرف الناس هذوما متوعين بشر، من شر مستطير، متوعين على قطع أثر الإسلام، لأنهم باخذين من اختيار المولى أن يقع اختياره في آخر الزمان على نبي عربي أمي، ولكن أمي أعطاه ربي جوامع الكلم، جوامع الكلم، فكان أول العلماء في الأولين والآخرين. آمين يا ربنا، صلي وسلم عليه أبد الآباد، يا ربنا يا رب العباد، والسلام.